السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم النهاردة على التول باليتس. دي بيبقى فيها حاجات ممكن تساعد على الشغل بدل ما أعملها يدوي. مجموعة كبيرة من البلوكات ممكن أجي من تحت هنا وأقول له أنا عايز بيزك مثلا، أو أختار أنا عايز أبدأ أشتغل بيه لما كنترول 3، أو إن أنا أجي من قائمة فيو وأقول له أنا عايز التول باليتس. ممكن برضو إن أنا أشغل البروبرتيز اللي هي كنترول 1 أو أطفيها. ممكن تختار العنصر وتحطه بالبساطة ديت، أي حاجة أنت عايزها هتحطها هتلاقيها ظهرت معاك على طول، وتبدأ تعدل فيها ببساطة زي ما أنت عايز. تمام، فدي بتسهل على الشغل، وممكن إن أنت تزود حاجة أو تنقص حاجة.